السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، أستاذ عبد الرحمن، أستاذ مصطفى، أستاذ عبير، أستاذ أسماء، أستاذ محمد، أستاذ لجين، يا أهلا وسهلا. شلونكم؟ إن شاء الله بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. شلونكم على هالشوبات؟ ايه والله. الله يجيرنا الحقيقة، يعني كثير. انتو عندكم استاذة عبير، حضرتك وين؟ انتوا بالشمال صح؟ هي قالوا جاي موجة غبار والله. الله يحميكم يا رب. ايه والله الله يجيرنا يا رب. تمام. راجعتوا الدرس الماضي شي؟ هو الارتفاع أستاذة عبير بكل مكان والله، يعني الحرارة مرتفعة في كل مكان، يعني ما بتسألوا حدا اللي بيقلكم إنه موجة حر جاي، كتير درجات الحرارة فيها مرتفعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. إيه والله الله يحميكم يا رب. والله الغبرة كتير مزعجة، بالذات هاي الغبرة الحمراء. ولا يهمك استاذ عبد الحميد، ان شاء الله خير يا رب، ما في اي مشكله. هلا اهم شيء انه انتم الدرس اللي بفوتكم حاولوا بس انه تشوفوا على اليوتيوب الدرس السابق، يعني قبل ما تفوتوا على الدرس. احنا بنعمل مراجعه، بس يعني بيضل وقت انتم تحضروا لحالكم هيك، اذا اي حدا مثلا عنده افكار معينه او شيء معين، او مثلا ركزنا على شيء معين بيقدر يشوفه. بس ضروري يعني، والله هو كتير ضروري، لأنه بتستفيدوا حتى على صعيد العمل إن شاء الله حتتلاقوا فيه استفادة كتير كبيرة. طيب نحن إذا بتتذكروا، أحسنتوا، أحسنت أستاذ أسعد، حكينا المرة الماضية عن نظرية الأولويات لستيفن كوفي، ونظرية باريتو، مبدأ باريتو اللي هو 20-80. تمام. هلا وقت حكينا عن نظريه الاولويات، قلنا انه نحن لازم دائما نحدد قائمه بالمهام اللي نحن حنقوم فيها، ولازم نرتب هي القائمه بحسب الاولويات وحسب اهميتها. واخذنا اذا بتتذكروا المربع اللي كان فيه المهام اللي هي مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، وغير مهم وغير عاجل. تمام. وقلنا انه نحن لازم اول شيء نبلش فيه بتحديد الاولويات هي على المربع الاول اللي هو المهم والعاجل، هذا لازم ننجزه فورا. هلا المهم وغير العاجل هو الشيء اللي بنشتغل عليه وبتكون نتائجه ايجابيه لازم. ليش؟ لانه هذا المربع اللي نحن بيحتاج فيه للتخطيط المهام، ونحن إذا أخذنا فيه وقت ما بيكون نحن عم نقصر بالعمل، إنما نحن عم نسعى لنتائج إيجابية يكون فيه لها أثر على العمل بشكل كبير. هلأ وقلنا عنا المربع الثالث هو المربع الغير مهم ولكنه عاجل، فقلنا أنه هي المهام بنقدر نعطي تفويض فيها لأشخاص لحتى يقوموا بالعمل، لأنه نحن لازم ننجزها طالما هي صح غير مهمة ولكنها عاجلة. فقلنا هي المهام اللي نحن بإمكاننا أنه نحن نفوض فيها الأعمال لأشخاص عندهم وقت لحتى يقوموا فيها. هلأ قلنا بالمربع الأخير اللي هو غير المهم وغير العاجل، قلنا أنه ضروري جداً أنه نحن هي المهام إما ما نشتغلها لأنه هي ما لها أي أثر، أو إذا شعرنا أنه في لها أثر ممكن أنه نأخرها، يعني
ممكن انه نعطي اولويه للمهام اللي هي في إلى فعاليه اكثر، اثر اكثر على العمل. هلا نحن مهمتنا بالعمل دائما هي عمليه ترتيب المهام ووضعها بهذا المربع. هلا نحن اذا وضعناها بهذا المربع صار عندي عمليه ترتيبها وانجاز المهام صارت اسهل. هي اول نظريه. نظرية مبدأ بريتو اللي هو 20-80 قلنا في فكرة كتير هامة، إنه أنا إذا ركزت على 20% من الموارد بشكل فعال، يعني استخدمت 20% من الموارد بالشكل الأمثل، هذا الشيء ممكن يوصلني إلى 80% من الإنجاز. يعني أحياناً أنا عندي موظفين عندهم كفاءة ومهارة، فأنا اخترت 20% من الموظفين لحتى يقوموا بعمل معين، هلاقي النتيجة صارت 80%. ليش؟ لأنه أنا استخدمتهم استخدام أمثل، يعني هدول الموظفين بعرف كفاءتهم بهذا المجال، بعرف إمكانياتهم، بعرف خبرتهم، فهن عطوني نتائج كتير إيجابية. وين الخلل بيحصل لما أنا بستخدم 80% من الموارد ولكن بحصل على نتيجة 20%؟ فهذا الشيء كثير له أثر سلبي بالعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. إذن هي من الشغلات اللي حكينا عنها درس الماضي، وقلنا أنه نحن دائماً بالعمل نركز على الأشياء اللي هي بتكون عالية المردود. يا أهلاً وسهلاً أستاذ إبراهيم، أهلاً وسهلاً، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنحن كتير مهم لحتى نحصل على نتائج إيجابية، وهالنتائج فعلا تعطيني نسب عالية، لازم ركز على المهام اللي بتكون عالية المردود. قلنا دائما إنه المهام العالية المردود هي اللي بتكون أنا لما بشتغل عليها بلاقي نتائج كتير عطتني إيجابية بفترات محدودة جداً. منا حكينا على عمليات التخطيط، نبتكر بالعمل، نحدد الأهداف، نطور الموظفين، تطوير الذات. إذا بتتذكروا قلنا إنه نحن لما دائماً بنخلق بيئة جديدة بالعمل، أحياناً جو المنافسة بالعمل بتكون عندي فيه نتائج إيجابية لأبعد ما تتخيلوا. يعني أحياناً أنا بعمل منافسة بين إدارتين بمجموعة من المهام، بعطي مجموعة من المهام لأول إدارة ومجموعة من المهام لثاني إدارة، ولكن بقدر أنه هالمهام هن بالنسبة لطبيعة عمل كل إدارة هن متناسبة. يعني أنا ما بصير أعطي لإدارة مهام أقل وإلا تنافسي مع الإدارة الثانية، لا، بدي يكون منطقي وأعطي للإدارتين مهارات ومهام تتناسب مع المهارات الموجودة. هلأ بعمل منافسة بينهم وبين بعض، بيجي كيف المنافسة؟ بيجي بقول لهم أنه أنتوا معكم أسبوع لتعطوني النتائج اللي أنتوا توصلتوا لها، واللي بيعطيني نتائج أحسن هو مثلاً حيكون له مثلاً لكل موظف اشتغل معه مثلاً 3 ساعات إضافي أو مكافأة. فبتلاقوا هي أحياناً هي بيئة العمل اللي هي فيها منافسة كتير حلوة. ليش؟ لأنه أنت دائماً عم تعمل لهم أجواء بالعمل، فبتلاقي أنه بيصير الموظف مثل الساعة، مهم أنه بس يخلص العمل لا يحصل على المكافأة اللي هي معنوية أكثر ما أنا مادية. يعني أنت لما بتحصل على مكافأة وتشعر حالك أنك أنت مثل اللي عم يتسابق بمسابقة، فأنت ما عاد يعني لك الجائزة اللي أنت بدك تحصل عليها بقدر ما أنك يعني لك أنك أنت مثلاً حصلت على المركز الأول. فهون نفس الشيء، يعني هن بيتنافسوا مع بعض، صح إنه هدول حياخدوا مكافأة، هدول حيكونوا مميزين، هتضل في مسابقات بينهم وبين بعض، إلا إنه أنت الشيء المعنوي اللي رح يحصل عليه الفريق هو اللي بيكون بيعطيني نتائج إيجابية لفترة طويلة بالعمل. فهي بيئة العمل الجديدة اللي بيخلقها عادة المدير أو قائد العمل أو رئيس القسم أو المدير العام، فهذا كتير بيعطي أريحية بالعمل.
كمان قلنا إنه في شغلات اللي بتعطينا مثلاً، بتكون أشياء لها منخفضة مثلاً بالمردود. أهلا وسهلا وعليكم السلام أستاذة أمل، أهلا وسهلا. مثلاً مثل إنه المدير دائماً يضيع وقته على المشاكل البسيطة، مثلاً تأخير الموظفين، مثلاً موظف دائماً يتخانق مع مديره، فقديش هذا بيضيع من وقت العمل، السفريات، الانتظار، الاجتماعات اللي ما لها طعمة، الإجراءات الروتينية، الزوار اللي بيجوا. أحياناً لما أنت بتشتغل بدون هدف بالعمل هذا كله بيأثر. هلأ حكينا نحن الدرس الماضي كمان أنه ضروري جداً نحن نقسم وقتنا بالعمل بين النشاطات اللي هي بتكون عالية المردود، ونحاول قدر الإمكان أنه الأشياء اللي بتكون منخفضة النتائج نحاول أنه ننظمها. يعني إحنا أكيد مو كل شيء عم نشتغله هو له نتائج كتير كبيرة، ولكن نحن عملية تنظيم هالنشاطات هي والمهام هي هو اللي بيعطي إيجابية بالعمل، أنك أنت تنجز كل عملك بالوقت المسموح لتنفيذه. فهذا الشيء كتير مهم. فكيف هذا الشيء بده يصير؟ بده يصير عن طريق التنظيم والتخطيط، وأنك أنت تدور دائماً على الحلول للمسائل المعقدة، تدور على تدريب الموظفين، تدور على تطوير الذات. هذا كله بيلعب دور كتير كبير بنجاح العمل. بنجي على المثال اللي حكينا عنه المرة الماضية إذا بتتذكروا، إن فكرة $25,000 اللي حكينا عنها للشخص اللي هو كان مدير شركة وعنده خبرة كبيرة، إلا أنه استفاد من خبرة أحد المستشارين يقدم له خبرة كيف يرتب المهام وينجزها، ودائما الأولوية للمهام اللي هي مهمة جدا. فهذا الشيء كان المثال اللي نحن أخذناه الدرس الماضي إذا بتتذكروا، وقلنا استفدنا من النتيجة أنه دائما ترتيب الأولويات يؤدي إلى النجاح، لأنك أنت لما ترتب أولوياتك تشتغل عليها، مو ضروري الكم، مو ضروري أنا قديش بدي أنجز مهام، بقدر ما هو ضروري أنه أنا عملية ترتيب المهام وإنجاز الأهم هو دائما يلعب دور بإيصالي إلى النجاح. هلأ كمان حكينا على فكرة كانت المرة الماضية إذا بتتذكروا، قلنا أنه كتير مهم أنه رتب المهام، بعد ما رتب المهام أنه حدد مين هي اللي لها أثر إيجابي أو نتائجها بتكون تعطيني شيء كتير ضروري بالعمل، والمهام اللي هي نتائجها بتكون منخفضة المردود. بعدين لازم نفكر بالأهداف لحتى نقدر نفرز هالمهام، نحط درجات للأولويات، بعدين نبلش بعد ما رتبناهم نشوف إنه مثلاً نجي نقول والله 1A و2B، فنحن بهالحالة هي صرنا منرتب ضمن قائمة المهم والأهم والعاجل وغير العاجل، فهذا الشيء كثير بيساعدني لحتى أنجز المهام بطريقة منظمة. هلأ قلنا كمان في عنا بعض الأسئلة اللي بتساعدني لنحدد مين هي النشاطات العالية والمنخفضة المردود. كمان إنه ضروري جداً أن نشوف بشكل دائم الأهداف لحتى من خلالها أقدر أفرز المهام بحسب أولوياتها. يا ترى هل الأهداف هي بتوصلني، أو هل المهام هي بتوصلني الأهداف اللي بدي إياها ولا لا؟ فلاحظوا هون أخذنا مثال إذا بتتذكروا، إنه مدير أو رئيس الشركة، رئيس أو مدير العام، استدعى أحد المدراء وطلب منه إنه يخفض النفقات ل3 أشهر القادمة. فقال له إنك أنت لازم تفكر كيف بدك تخفض النفقات. فلاحظوا هون في هدف إنك أنت بدك تعمل إدارة معينة، تنظيم معين لحتى تخفض المصروفات بنسبة معينة. فهون كتير مهم إنه نركز على هذا الموضوع. كتير مهم إنه نحدد شو هي المهام، مثل ما حكينا، العاجلة والمهمة، من هي المهمة وغير العاجلة، من هي الغير المهمة وغير العاجلة، من هي غير المهمة والعاجلة. إنه كتير مهم إنه نحن نحددها لحتى نقدر نحدد الأولويات بالعمل.
بعدها يفترض أنه نضع درجات للأولويات. فدائما لازم تسأل حالك ثلاث أسئلة كتير مهمة، أنه هل هذا النشاط بيؤدي لي نتائج مردودة عالي؟ هل هذا النشاط يوصلني للأهداف اللي أنا بدي إياها؟ هل هذا النشاط هو عاجل؟ كثير مهمة هي الأسئلة. إذا كان جوابي على هالثلاث أسئلة إنه إيه، فأنا فعلياً عن أمام مهمة هي تعتبر من الأولويات بالعمل. هلأ إذا كان الجواب لأ، إنه في واحد من الأجوبة لأ، فأنت فعلياً عم تشتغل بمهام عم بتكون مردودة ضعيف، ما بتقدر تصنفها بمهام عاجلة، وممكن أنك أنت تفوضها لشخص آخر. فهون هاي الأمور كتير كتير هامة. أنا ليش رجعت ركزت عليها؟ لأنه كتير منا عنده مشكلة بتحديد المهام، كيف شو هي المهام اللي لازم يفوضها. المقصود بالتفويض مو عملية أنك أنت تعطي كل شيء صلاحيات موجودة معك للشخص اللي أنت بدك تفوضه، لا أبداً. التفويض أنك أنت تعطي بعض الصلاحيات لتنفيذ العمل ولكن بإشرافك، تمام؟ فكتير مهم، لأنه في ناس بتفهم التفويض أنه وكأنه أنا عم سلم هذا الشخص مكاني، فهذا الشيء خطأ في الإدارة. هلأ لوضع درجات لنشاطاتك، فإنك لا نشير باتباع طريقة أبجدية. مثلاً الأولوية A فهي نشاطات رفيعة وتتناسب مع الأهداف وعاجلة. الأولوية B إنه هي نشاطات بتجي بعد الأولوية A، يعني أنا شفتها إنه نشاطات قد تكون هي ما أنا كتير مهمة وما أنا كتير عاجلة، إلا أنها هي مهمة وقد تكون مثلاً فيني أنا أخرها في أولويات. يعني أنا مثلاً اجتمع بالموظفين ولا انزل شوف مثلاً شو عم يشتغلوا بالبناء، طبعاً حسب أولوية العمل بالنسبة للشخص نفسه. هلأ أولوية جيم اللي هي أي نشاط ضئيل المقابل. هلأ بعدين لازم أنت القرار يكون بإيدك. شو هو قرار أنت بشو بدك تبدأ؟ هي أول شغلة. القرار الثاني أنك أنت قررت أنا بدي استلم هي المهمة، إذن في عندك مهام تقدر تفوضها، مهام تقدر تأجلها، في عندك مهام رح ترفض أنك أنت تاخدها أو تقوم فيها نتيجة أنه أنت عندك ضغط بالعمل. فكتير ضروري أنك أنت ترتب أولوياتك، تشوف شو هي المهام المطلوبة منك وتقرر كيف بدك تفرز المهام. هلأ لما أنا بيجي بستخدم هالنظام هاد، فأنت فعلياً صار عندك قائمة بالنشاطات أو الأولويات اللي هي عم تحتل المرتبة الأولى، عندك قائمة بالمهمات اللي أنت بتقدر تفوضها للموظفين ليقوموا فيها، قائمة بالمهمات اللي أنت بتقدر تأجلها ممكن أسبوع، ممكن شهر، ممكن أيام لحتى أنت تنجزها، قائمة بالمهام اللي أنت ممكن تلغيها نهائياً أو ممكن تأجلها إلى فترة طويلة جداً إذا احتجتلها تقوم فيها. فأنت لما بتقوم بعملية ترتيب الأولويات، أنت فعلياً أنجزت شيء كتير هام بالعمل، اللي هو أنت استطعت أنك تحدد شو هي الأمور اللي أنت لازم تعملها بإيدك. هلأ في كتير من المدراء في أمور ما بيحصلوا الفوضى فيها أي شخص، فأنت بالتالي بحاجة لأنك تقوم بالعمل بإيدك. فهون بتعطينا هاي الطريقة أنه نحن دائماً نحدد شو هي الأولويات الرقمة لحتى نقدر نقوم بالعمل فيها. طبعاً هذا الجدول بهمني أنكم أنتوا تطلعوا عليه. طبعاً هذا الجدول بيعطيني كيف أنا بدي حدد المهام أو الأولويات. أول شيء بحدد النشاطات، بحدد من هي النشاطات العالية والمنخفضة المردود. هلأ
هون بكتب النشاطات عالية المردود، هون النشاطات المنخفضة، هون قائمة النشاطات كلها، يعني هون بكتب بهذا المربع قائمة النشاطات كاملة. شوفوا هون قائمة النشاطات، هون بحدد النشاطات العالية المردود، هون النشاطات المنخفضة المردود، هون حسب الأهداف. هلأ عالية المردود تتناسب مع الأهداف رح حطها هون، منخفضة المردود كمان تتناسب مع الأهداف رح حطها هون. يعني أنا لازم دائما أرجع راجع المهام وشوف مين اللي هي متناسبة مع الأهداف ولا لا. هلأ العاجلة، العاجلة عالية المردود، عاجلة عالية المردود ولكنها غير عاجلة، عاجلة منخفضة المردود، أو منخفضة المردود غير عاجلة. هلأ أنا قدرت أفرزهم هيك. هلأ ببلش رتب الأولويات. هون مثلاً أولوية آ، شو بدك تشتغل فيها؟ شو القرار اللي أنت رح تتخذه بهذا الموضوع؟ هل أنت حتشتغل هذا الموضوع أو حتفوضه أو حتأجله أو حترفض أنك تقوم فيه؟ فهذا الجدول شوفوا بيعطيكم كيف أنتم ممكن الشخص أنه يبلش باستخدام هذا الجدول يفرز المهام ويحدد مقدار أهميتها وأولويتها بالعمل. تمام؟ طيب حدا عنده أي سؤال لهون قبل ما نشوف فيديو؟ طيب رح نشوف فيديو هلأ. بس حاعمل شير للصوت ولا يهمك استاذ اسلام، يا اهلا وسهلا. استاذ اسلام ولا يهمك. تمام، اذا حنشوف هالفيديو اللي رح يعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي النهارده. هلا هو انا الحقيقه حاجه لو بدي اترك لكم هذا، ابعث لكم اياه على المجموعه لحتى تشوفوه انتم. كل شيء حكينا عنه هو ملخص ومشروح بهذا الفيديو. يعني كل شيء حكينا عنه، كيف ندير الوقت، كيف نرتب الاولويات، كيف نستخدم قانون باريتو، كيف المهام كيف نفرزها. فهذا الفيديو كتير هام، حبعث لكم اياه هلا الرابط على الشات. لحظة حبعث لكم اياه. حاولوا انكم تاخذوا هلا. بتحبوا انه تشوفوا هو بس مدته طويلة شوي، بتحبوا انتم بتشوفوا لحالكم مثل ما بتحبوا، شو بتحبوا؟ بتحبوا نشوف منه شوي؟ طيب هلا هو بس طويل شوي، معليش. طيب خلينا نشوف، هو مدته حوالي 10 دقائق. أنا بعثت لكم يا بعثت لكم الرابط تبعه. تمام، هلا هو عم يشرح الشيء اللي أنا حكيت عنه، بالإضافة لأنه كيف أنت تقدر تفرز المهام مع بعضها. تمام، كيف تقدروا تفرزوها؟ ولا يهمك استاذة يارا، ما في أي مشكلة. طيب أنا حمرقه شوي شوي وبعدين حمرق لكم إياه لنشوفوا أنتم بس تلقوا نظرة عليه. تمام، يعني أنا ما حنشوفه كله مشان ما ناخذ وقت كثير عليه. تمام، هلا شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي. النهارده تعالوا نتعلم مع بعض حاجة لو نجحنا فيها هيكون لها بإذن الله مردود وأثر كبير على حياتنا وعلى اللي حوالينا.
موضوعنا النهاردة عن إدارة الوقت. إدارة الوقت من المواضيع اللي اتكررت كتير، وأكيد في ناس هتقول يا ده الكلام ده متكرر وهيكون ممل. استنى بس، أنت لما بتاكل مثلا فراخ في البيت أكيد مش نفس طعم اللي بتاعت المطعم، ولو غيرت المطعم أكيد الطعم هيتغير. الموضوع ببساطة هو الخلطة أو المقادير أو طريقة الطبخ أو كل ده مع بعض. عشان كده هنحاول نبص للموضوع من منظور مختلف. تعالوا نحاول نطبق مع بعض خطوات بترتيب معين عشان نوصل لنتائج أفضل بإذن الله. هنتعلم إزاي نعمل حصر وفرز لوقتنا ونعرف وقتنا بيضيع فين وليه. هنتعلم إزاي نرتب يومنا حسب الأولويات. هنتعلم كمان إزاي نعيش حياتنا في تحسن مستمر. في البداية لازم نعرف احنا وقتنا بيضيع ليه. ليه اليوم مش بيكفي اعمل فيه كل اللي انا مخطط له؟ ليه انا عايش في روتين يومي او اسبوعي او حتى شهري؟ ليه انا بحس ان حياتي كلها روتين ما بينتهيش؟ تعالوا نشوف ازاي نعمل ده ونبدأ مع بعض. الخطوة الاولى عشان نعرف وقتنا بيضيع ليه وبيضيع فين، نعمل جدول. يعني ايه؟ يعني نعمل جدول، والجدول ده نكتب فيه نشاط يومنا من اول ما نصحى لحد وقت النوم، ونكتب فيه كل حاجة بنعملها وكمان الوقت اللي راح منا في عمل الحاجات دي. يعني ببساطة كده نراقب نفسنا. طبعا ممكن الجدول يكون ليوم وممكن يكون لأسبوع او اكتر، لكن كلما زادت المدة كلما كانت النتائج ادق. ممكن في البداية الموضوع انتو بس هو الفكرة اللي عم يحكيها انه انت لازم تبدأ لحتى تقدر تنفذ هذا الشيء اللي حكينا عنه، تبلش تعمل تجربة على نفسك. تمام؟ انت تاخد ورقة وقلم وتبلش، ولو كتبت المهام اللي انت رح تسويها اليوم، فلحتى تقدر تشتغل فيها لازم تلاقي طريقة لترتيب هالمهام هاي بحسب أولوياتها. طبعا هو عم يكمل، شوفوا انا ما رح كمله لانه هو حياخد وقت، انتو شوفوه لحالكم، شوفوا هلا هو استاذ محمد. هو الحقيقة يعني انت قصدك انه قديش الواحد لازم يجرب لحتى يقدر يدير. تمام، هلا الجدول المفروض انه ما ياخد منك اكثر من 10 دقائق. يعني انت عملية انه اول شغلة بدك تعمل جدول تكتب فيه شو هي المهام اللي انت رح تقوم فيها من الصبح لحتى تنام. قصدك انه على المهام لمدة اسبوع صح؟ تمام، هلا المهام لمدة اسبوع اذا حضرتك مسؤول عن موظفين يفترض انه في عندك لكل قسم في شخص مسؤول، فهذا الشخص هو لازم يزودك بالمهام الأساسية اللي بيقوم فيها المدربين أو الموظفين الموجودين عنده. فأنت بتاخد منه المهام الأساسية وبتبلش تجتمع معهم لتشوف أنت كل مهمة قديش بتستغرق. هلأ هذا الموضوع يفترض إذا عندك فريق عمل ناجح فأنت هذا الموضوع المفروض ما ياخد منك أكثر من ساعة أو 3/4 ساعة إذا بدك تخطط لمهام لمدة أسبوع. ليش؟ لأنه أنت المفروض الأعمال روتينية، ما عندك شيء جديد. أنت عملية جدولتها هي المفروض ما تأخذ منك وقت طويل، لأنه أنت المفروض عم تتابع مع فريق العمل أول بأول. هلأ أنت بتأخذ منك وقت لما بتكون أنت شخص عم تشتغل لحالك، عم تطور العمل لحالك، ولكن الباقيين ناطرين منك أنت توجههم. فهون حيصير في عندك حتى الجدول اللي انت حتقوم فيه اول مره حيكون في خلل، يمكن اول مره وثاني مره وثالث مره، ولكن فيما بعد بتصير عندك قدره تماما انك تحدد المهام، كل مهمه وقديش الوقت اللي بتحتاجه. هلا بالبيت بيضيع استاذ محمد، لانك انت الحقيقه بترجع على البيت بتكون طبعا معظم الاساتذه والسيدات اللي هن عم يشتغلوا، فلأنه بيشتغلوا إذا كان فعلاً شخص عم يشتغل بعمله على أكمل وجه، فهذا الشخص هو فعلياً عنده 8-9 ساعات وما عم يقدر يرفع راسه، فشي طبيعي لما بده يرجع على البيت حيضيع وقته كتير، لأنه فعلاً هو كل طاقته استنزفت بالعمل. هلأ لحتى تبدأ نهارك من جديد حاول إنك أنت بعد ما تتغدى تاخد شوي استراحة،
استراحة من كل شيء، يعني تشعر إنه أنت دماغك فصل، يعني خلص تفصله عن أي شيء حواليك مدة نص ساعة، ثلاث أرباع الساعة، يعني ما تحاول تفكر أبدا لا بعمل ولا بأي شيء. بعد حوالي نص ساعة، ثلاث أرباع الساعة من استراحتك، فيك تقوم وتلاقي إنه أنت تنظم وقت المسح، تلاقي إنه عندك وقت كتير منظم، تقدر تقوم بأشياء كتيرة فيه. بس دائما ضروري جدا انك تعمل فتره استراحه تفصل فيها عقلك عن اي مجهود او اي ضغط موجود بالحياه، ولو كان اطفال صغار حواليك، اولادك او عمل او اي شيء، لحتى يبلش العقل يستوعب انك انت رح تدخل عليه شيء جديد. يعني انت بدك تبدا بعد هالساعه ونص او ساعتين من رجعتك من العمل، ما انت خلص تغديت وعملت استراحه، بدك تبلش هلا تشتغل، او مثلا بدك تقرا لك ساعه، بدك تطلع تتمشى ساعه، بدك مثلا تدرس اطفالك ساعه، بتلاقي انه نهار كتير طويل. بس اهم شيء انك لازم تاخذ استراحه. اي شخص بيرجع من عمله يفترض ياخذ استراحه، بالذات الشخص فعلا اللي هو عم يقوم بعمله على اكمل وجه، لانه هذا الشخص اكيد طول النهار ما في على لسانه الا الحق، لا يعني الكلام بما يخص العمل، فهذا الشخص ضغوط العمل كتير كبيره عليه، فبالتالي ضروري جدا انك انت تاخذ وقت استراحه. اذا هذا الفيديو بعثت لكم اياه، شوفوا بيحكي لكم على مبدأ بريتو، بيحكي لكم الأمثلة على فكرة نفسها اللي أنا حكيت عليها، موضوع الموظفين، موضوع الموردين، المنتجات، البضائع، فبتلاقوا هذا كتير، أنا للحقيقة إنه أنا شفته كتير ممتع جدا، يعني فعليا هو عم يعطيني ملخص كامل عن كل شيء حكيته أنا بالدروس السابقة، فتركت لكم إياه أنا الحقيقة، قلت أنتم شوفوه على مهلكم، كثير ممتع، بعدته على الواتس. طيب لحظة حرجع على الواتس، لا ما بعدته، بعدته على الشات، حرجع بعث لكم اياه على الشات، على الواتس هلا بعث لكم اياه، تكرموا ثواني. المجموعة الواتس والله مقفولة كأنه، ما مشكلة أستاذ آثار أو أستاذ حمزة بيقدروا إنه يبعثوا لكم اياه إن شاء الله تعالى. أستاذ آثار حاضرة معنا ولا ما أنا موجودة؟ أستاذ آثار، أستاذ حمزة، يمكن أستاذة آثار، تمام، شكرا لك أستاذة مروة. تمام، يلا إذا خلينا هلا هعمل ستوب شير وحنتقل للجزء الثاني من محاضرة اليوم. الجزء الثاني لو سمحتوا اللي عنده رابط مجموعة الواتساب لو سمحتوا يبعتها على الشات لأستاذ محمد، لأنه شكرا لك أستاذ مصطفى. تمام، هلأ حنكمل بالنظريات اللي لها علاقة بإدارة الوقت. في عنا النظرية الثالثة، طبعا نحن حكينا عن نظرية الأولويات ومبدأ باريسو. تمام، شكرا لك استاذ مصطفى. هلا عندنا نظريه قانون باركنسون. طبعا هو قانون قائم على مفهوم انه نحن العمل بيتوسع لحتى يملا الوقت المتاح لانجازه. كيف يعني؟ يعني انا حددت لهذا العمل يومين، تمام، مهمه معينه حددت لها يومين. هلا دائما المهمه بتستغرق اليومين كاملين، لهيك دائما نحن مطالبين لما بنجي بنحدد مهام وبنحدد الوقت اللازم لانجاز المهام، انه نحن نحدد وقت محدد لها، ما يكون اطول ولا يكون اقصر، لازم يكون في دراسه محدده لهالمهمه هي قديش بتستغرق وقت. تمام؟ فهلا كثير مهم انه انا وقت حدد المهام، وقت حدد المهام لازم كل مهمه حدد لها الوقت اللازم لها. مثلا
مثلا أنا خصصت ساعتين لمجموعة من الأفراد لحتى ينجزوا مهمة، بالمقابل خصصت 4 ساعات لمجموعة تانية لينجزوا نفس المهمة. هلأ بكلا الأحوال بتلاقوا الفريقين أنجزوا المهام بالوقت الممنوح لإلهم. يعني بعبارة إنه نحن العمل بيتمدد على قد الوقت المتاح لإلهم. تمام؟ تمام، شكرا لك استاذة مروة، ما في أي مشكلة. هلا أنا بعثت الرابط على الشات. بعثت الرابط على الشات تبع الفيديو، إذا حبيتوا هي الرابط انسخوه من الشات على اليوتيوب. تمام؟ إذا نظرية قانون باركنسون شو هي؟ نرجع نعيد، إنه أي عمل بيتمدد على قد الوقت المتاح لإله. يعني أنا إذا أعطيت مهمة لمجموعة من الأشخاص وحددت لهم وقت لها ساعتين، ونفس المهمة أعطيتها لمجموعة ثانية من الأشخاص وحددتها ب4 ساعات، حلاقي إنه المهام رح تنجز بالوقت المتاح لإله. فبالتالي دائما العمل بيتمدد على قد الوقت. فهذا الشيء أدى إلى أنه نحن لحتى تنجح مشاريعنا يفترض أنه نحن نحدد الوقت بتحديد دقيق جدا. يعني أنا لما بدي أجي أسلم الوقت للمشروع ضمن وقت معين، لازم أنه يكون فعلا الوقت المتاح لهالمهمة هو مناسب تماما لإنجاز هالمهمة هي. فهذا الشيء كتير مهم، لأنه صار الوقت فعلياً مع التطور الكبير اللي صار الوقت له أهميته. يعني بتلاحظوا في شغلة كتير هامة، إنه حالياً قلت لكم بتنفيذ المشاريع الكبيرة بيحطوا غرامة كبيرة على التأخر بتسليم المشروع. يعني إذا الشركة مثلاً عم تبني بناية لشركة تانية، تمام؟ وكان الوقت اللازم لتنفيذ هالمشروع 4 أشهر، سلموا المشروع ب4 أشهر ويومين. الشركة اللي منفذة تتحمل غرامة تأخير يومين. هلأ بحسب بموجب العقد اللي صار بيناتهم. فهذا كله وقت، بتلاحظوا أنه هذا الوقت عم يستوجب خسائر على الشركات. لهيك صار نحن مطالبين أي مشروع بدنا نقوم فيه لازم تكون فيه خطة، الخطة بتضمن تنفيذ المشروع ضمن الوقت المتاح لها. إذن كيف نطبق هذه النظرية؟ إنه نحول الأعمال لمشاريع. يعني لحتى أنا حتى ولو كان عندي مهمات ونشاطات أنا عم قوم فيها، لازم حول هالمهام هي لمشاريع. كيف يعني؟ يعني لازم حط لنا فترة نهائية لتسليم المهمة. يعني مثلاً أنت لازم تدخل اليوم 50 معاملة، تمام؟ قديش الوقت المتاح لإلك؟ أنا ما بجيب إلا للموظف معك لآخر النهار، وأنا بعرف إنه هو بيقدر يدخلهم بساعتين، فبجي بقول له هلأ الساعة 10، كان المفروض الساعة 12 يكونوا موجودين على السيستم. فهون كتير ضروري إني أنا أحدد الفترة النهائية لتسليم الأعمال، وإني لازم ألتزم بهذا الموعد. ودائماً نبدأ بالأهم أولاً، ثم المهم، ثم الأقل أهمية. فهذا كتير ضروري لحتى أنا أنجز الأعمال بالوقت المتاح لإلها وما يكون عندي فيها أي خلل. تذكروا أنا الدرس الماضي قلت لكم ملاحظة، ولو كنت أنا صاحب القرار مثلا شخص تأخر، ولو كان هذا الشخص بيعني لي، يعني أنا عندي شخص والله هو كتير بيهمني أمره، وهو صديق لألي أو صديق لألي بالعمل كل شيء، ولكن العمل عمل بغض النظر عن العلاقات الشخصية. يعني أنا جيت طلبت منه يسلمني المهمة بعد ساعتين، ولو كان تربطني في علاقة صداقة أو أخوة أو أي شيء،
يفترض أنه هو يسلم العمل بعد ساعتين. في حال أي تأخير فأنا بدي أضطر أطبق عليه قوانين معينة لها علاقة بالعمل. فهون كتير مهم أنه الأعمال دائما نحولها لمشاريع، ونحدد لكل مهمة أو نشاط فترة تسليمة أو فترة الإنجاز لها، لحتى ما يكون في عندي مرونة بالوقت. ومثل ما حكيت قبل شوي أنه لازم المهمة يكون لها وقت، لحتى ما يصير عندي أنه المهمة تستغرق كل الوقت وأجد نفسي دائما عندي وقت فاضي. فهذا الشيء كمان مهم جدا. طبعا لاحظوا هذا الوقت المتاح على قد العمل، لاحظوا كل ما وسعته، كل ما وسعت الوقت، الوقت العمل بيتمدد على قد الوقت. فهون بيسبب عندي بخلل معين. طيب إذا سمحتوا رح أطلب منكم، لو سمحتوا إنكم تاخذوا لي ورقة وقلم. عندكم ورقة وقلم؟ تمام. هلا نحن عندنا مجموعة من الأسئلة، بدي أطلب منكم تكتبوا إجابات. طبعا الأسئلة واضحة، تمام. هلا عندكم صواب أو خطأ، كل لو سمحتوا كل أستاذ أو آنسة أو سيدة لو سمحتوا إنه تقروا السؤال وأنتوا تحطوا مثلا واحد صواب أو واحد خطأ، اثنين صواب أو خطأ، ثلاثة كذا، تمام. فقط بعدها رح أعطيكم معيار التقييم. فنبدأ نسأل أول سؤال، لو سمحتوا جاهزين؟ لأنه هن 15 سؤال، رح أطلب منكم حضراتكم إذا سمحتوا على ورقة لحتى بعدين أنتوا تقيموا إجاباتكم إذا كانت مناسبة أو لا. تمام. يلا الكل جاهز؟ تكرم أستاذ أيمن. يلا السؤال الأول، لا يوجد حتى الآن إنسان يتوفر له الوقت الكافي. مثل ما حكينا إذا بتتذكروا الدروس الماضية إنه كل إنسان بيقول أنا ما عندي وقت، وقت ما عم يكفي. فحتى الآن قال لا يوجد إنسان عم يتوفر عنده الوقت الكافي، برأيكم صح أو خطأ؟ يا ترى في ناس عم يكون في عندها وقت كافي أو عندها وقت إضافي مثلا؟ فأنتوا بدكم تقولوا الإجابة إذا كانت صواب أو خطأ. السؤال الثاني، معظم الناس بيعانوا من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم. طبعا طبعا أستاذ عبير، طبعا معظم الناس بيعانوا من كثرة الأعمال بسبب طبيعة وظائفهم، صح أو خطأ؟ معظم الناس بيعانوا من كثرة الأعمال. طيب السؤال اللي بعده، المديرون أصحاب المناصب الإدارية العليا يتخذون عادة أفضل القرارات، لأنه دائما المدير بمكانه، لأنه هو شخص عم يمرق عليه كل شيء، فبالتالي بيقدر ياخذ القرارات، تمام. هلا برايكم المدراء اللي هن بيكونوا بالمناصب الاداريه العاليه، هن اللي بيتخذوا افضل القرارات ولا اشخاص اخرين؟ السؤال اللي بعده، ان عملك فريد من نوعه وليس له نمط معين. هل عملنا هو فريد من نوعه؟ من الممكن أن يتيح لك التأخير الفرصة لتحسين نوعية القرار الذي ستتخذه. أحياناً ممكن أنت لما بتتأخر بمهمة معينة، هذا الشيء بيعطيك فرصة لحتى تأخذ قرار، تأخذ قرار أفضل. فهذا الشيء صح أو خطأ؟ يعني هل التأخير أحياناً بيكون له أثر إيجابي على عملية اتخاذك للقرار الصحيح؟ نجي على السؤال اللي بعده، إدارة الوقت بصورة أفضل تنحصر في تقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتعددة. يعني أنا
لحتى استخدم إدارة الوقت بشكل أفضل لازم أحصر فقط بتقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتعددة. يا ترى أنا اشتغلت أكثر من مهمة سوا وقللت الوقت لإلهم، يا ترى أنا بكون هيك عم دير الوقت صح؟ أستاذ إبراهيم، هدول الإجابات لحضرتك تمام؟ يعني هلأ أنا بعطيكم التقييم، بتعطوني النتيجة النهائية. يعني حاولوا أنتم بس اكتبوا الإجابات. بالأخير كل شخص يعطيني شو النتيجة اللي وصل لها. بعدها يستطيع أغلب الأشخاص حل المشكلات المتعلقة بالوقت عن طريق بذل جهد أكبر في العمل. يا ترى الإنسان أغلب الناس بتقدر تحل المشكلات إذا كان عندها مشكلة بالوقت، إنه هي تشتغل ساعات إضافي مثلا؟ أغلب الأشخاص برأيكم، هل أغلب الأشخاص بيقدروا يحلوا مشكلة متعلقة بالوقت إنه يشتغلوا ساعات إضافي مثلا؟ بعدها تفويضك للسلطة يمكن أن يحرر الكثير من وقتك ويريحك من بعض المسؤوليات. وقت أنت بتفوض الأشخاص فهذا بيحرر كثير من وقتك، يعني أنت بتقعد ما تشتغل شيء ويريحك من بعض المسؤوليات. هل معنى التفويض أنه هو يحررك من الكثير من المسؤوليات؟ أغلب الأنشطة اليومية لا تحتاج إلى تخطيط، ولا ينجح الكثيرون في التخطيط لها مطلقاً. هل هي الإجابة صحيحة؟ هل نحن لا نحتاج للتخطيط لأنشطتنا اللي هي نحن عم نقوم فيها بشكل يومي؟ وإذا أشخاص حاولوا يخططوا لها فهن رح يفشلوا؟ هلأ الأشخاص المشغولون النشيطون الذين يقومون بالعمل الصعب يحققون أفضل النتائج. يعني الأشخاص اللي هن عندهم أشغال وأعمال وهن نشيطين أصلاً، هن لما بيقوموا بالعمل الصعب بيوصلوا لنتائج بيكون مردودة عالي. هل هذا الشيء صح أو خطأ؟ نجي على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول مشكلة إدارة الوقت هي أنها لا تسمح بالسلوك التلقائي وهي عملية آلية أكثر منا نشطة ومتحركة. هل عملية إدارة الوقت أو مشكلة إدارة الوقت هي عملية آلية؟ يعني أنتم ما فيكم تتحكموا فيها؟ فهون الفكرة، هل هذا الشيء صواب أو خطأ؟ ليس من الضروري في أغلب الأحيان أن تكتب أهدافك، يكفي أنك تعرفها. يا ترى نحن إذا نحن بنعرف أهدافنا ما في داعي إنه نكتبها؟ طيب مهامنا اللي نحن بدنا نقوم فيها إذا ما كانت الأهداف المهام مرتبطة مع الأهداف، يا ترى بنقدر نقوم فيها ولا لا؟ فيا ريت إنه أنتوا بس نقرأ أو تدققوا بالإجابات بشكل صحيح. إذا أردت أن تؤدي عملك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام. إذا أردت أن تؤدي عملك بطريقة سليمة فمن الأفضل أن تؤديه بنفسك. أنا إذا أديت العمل لحتى أتأكد إنه العمل عم يتم إنجازه 100% لازم أشتغله بإيدي. ولا يهمك أستاذ هاني. السؤال اللي بعده، ليس من الممكن في الغالب العمل على أساس تحديد الأولويات. أنت غالباً ما بتقوم بتحديد الأولويات؟ أو هذا الشيء غير ممكن؟ السؤال اللي بعده، أغلب النتائج التي تحققها تكون عادة نتيجة لعدد قليل من الأنشطة الهامة. شوفوا هذا ماشيين على مبدأ شو؟ ارجع اقرا لكم السؤال. اغلب النتائج اللي انت بتكون توصلت لها بتكون عاده نتيجه لعدد قليل من الانشطه الهامه. احسنتم.
برافو عليكم، مركزين، أحسنتم. فيا ترى هذا الإجابة صواب أو خطأ؟ يلا هدول هن ال 15 سؤال خالصين، هنشوف كيف التقييم رح يصير. هلا التقييم رح يصير على هذا الشيء، عندنا الأرقام 3 و5 و10، بس لحظة، عندنا الأرقام 3 و5 و10 و15 صحيحة. 3 و5 يعني هذا إجابته صحيحة، وهذا إجابته صحيحة، وهذا إجابته صحيحة، وهذا إجابته صحيحة، ما تبقى كله خطأ. تمام، هلأ ما تبقى كله خطأ. هلأ المطلوب منكم تعطوني النتائج اللي انتم حصلتوا عليها بناء على شو؟ شوفوا المعدل التقييم حيكون إذا طلع معك 14 ل 15 أنت إجابة صح، فأنت عم تستفيد من وقتك بشكل جيد جدا. إذا كان عندك من 12 ل 13 إجابة صحيحة بحسب ما نحن حطينا، فأنت في الطريق الصحيح. إذا كان معك ل11 إجابة من أصل 15 صحيحة، فأنت مقبول. أقل من 10 فبتحتاج أنك أنت تعيد ترتيب أولوياتك ومفاهيمك حول إدارة الوقت. أستاذ أيمن مقبول، صح، أحسنت. أستاذ عبد الحميد احسبهم حضرتك إذا سمحت، أنتوا احسبوا واعطوني النتيجة النهائية. شوفوا، أحسنتي أستاذ عبير، أنت في الطريق الصحيح. أستاذ محمد أنت بالطريق الصحيح، أستاذ أسعد كمان بالطريق الصحيح. يلا مين كمان؟ أستاذ رياض، صح أنت بالطريق الصحيح. إن شاء الله. لا بس عن جد برافو عليكم، يعني شوفوا هلا مثلا أنا ما بعت لكم الأسئلة لحتى تفكروا فيها، نحن عم نتناقش، هي عبارة عن شيء 10 مقبول، بالعكس ما أبدا ما نو شيء سيء، لا بالعكس. هلا هو استاذه مروى في كثير من هدول الامور نحن حكينا عنها بالدرس، فحضرتك لازم تكون في عندك بغض النظر عن عملك في كثير من الامور نحن حكينا فيها بالدرس. احسنتي. ايه هلا استاذ اسعد مو غلط التاخير باتخاذ القرار. هلأ أحياناً تتردد لأنه أنت بتكون في عندك كذا قرار أنت بتقدر تاخده في صالح المشكلة، فأنت بتاخد وقت لحتى تقرر مين هو القرار الأنسب. تمام؟ هلأ هذا الشيء مو غلط، لأنه الإنسان صعب يتخذ قرار بمكان عام، يمكن لو كان شغلة شخصية أنك أنت بتقدر تأخذ قرار مباشرة، بس لما بيكون الموضوع بيتعلق بمؤسسة، بشركة، بموظفين، فمن الصعب جداً أنك أنت تتخذ قرار بشكل سريع. فالتردد باتخاذ القرار هذا مو شيء سيء بالإدارة، بالعكس هذا الشيء أنه بيدل على أنه حضرتك بتحاول قدر الإمكان أنك تجمع معلومات لتتخذ القرار الصحيح. أستاذة يارا ممتاز، جيد. أستاذ إبراهيم كمان جيد. أستاذ محمد جيد. القرار والتوجه. هلأ هو هون
هلا الخطأ شوفوا، قلت لكم هن رقم، شوفوا الإجابات الصحيحة هن فقط 3 و5 و10 و15. بس أستاذ محمد مو دايما القرار لازم يكون سريع، بالذات بالإدارة. إيه ممكن صح. هلا كل شيء ملونين هدول الإجابات الصحيحة، الباقيين كلهم خطأ. أحسنت أستاذ لؤي. هلا شوفوا اللي أخذ 11 وما فوق، فأنت عم تمشي بالطريق الصحيح. صح؟ صح، عملية اتخاذ القرار أبداً هي مو عملية سهلة. قلت لكم لما القرار بيكون بيتعلق بإدارة، بعمل شركة، بالذات مثلاً لما بتكون الأمور تتعلق بالأمور المالية مثلاً، صعب إنه المدير العام أو رئيس مثلاً مجلس الإدارة أو شخص مخول لاتخاذ القرار يتخذ قرار بسرعة. بيحاول قدر الإمكان إنه يتريث بأي قرار لحتى يدرسه مظبوط، يشوف، يسمع، يجمع معلومات حوله، مثل ما تفضلتوا حضراتكم. هذا الشيء كتير مهم لحتى يساعدني إنه يتخذ قرار بشكل صحيح، ويكون هذا القرار فعلا يعطيني نتائج إيجابية بالعمل، ما يكون قرار متسرع واضطر لتغييره بعد فترة. طيب لسه حدا عنده أي استفسار أو سؤال حول هدول الأسئلة؟ هدول الأسئلة أنا اعتبرتهم أسئلة هن ملخص للشيء اللي أخذناه، تمام؟ فأنا كنت حابة إنه نحن نجاوب عليهم لحتى أعرف حضراتكم إذا كان فعلاً نحن ماشيين بالطريق الصحيح، والحمد لله يعني هلا النتائج اللي حصلنا عليها من الأساتذة من السيدات، الحمد لله إنه في نتائج إيجابية، الحمد لله إنه نحن عم نمشي بالطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب نحن حنوقف هلا ناخذ بريك 10 دقائق، تمام؟ بعد إذنكم حنعمل بريك استراحة 10 دقائق، وحنرجع بعد البريك نستكمل المحاضرة. تمام، إذا بشوفكم بعد البريك إن شاء الله تعالى. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجع إن شاء الله بعد البريك بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا رجعنا بعد البريك. مو مشكلة، شوفي أستاذة مروة، مو مشكلة. هلا هو الفكرة وين؟ إنه أنت بس بحاجة إنك أنت الواحد يشوف، يعني ترجعي تسمعي المحاضرات شوي، تحاولي إنه أنت تشوفي ترتبي الأولويات، تمام؟ فما في أي مشكلة، يعني لا تاكلوهم حتى لو ما طلعت معكم. هي الأسئلة هي مجرد بس إحنا نتأكد إنه الفكرة وصلتكم بس، مو أكثر. تمام؟ يلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا رجعنا بعد البريك، رح نكمل هلا بمحاضرة اليوم. إذا أخذنا هدول ال 15 سؤال اللي من خلالهم نحن بنقدر صرنا شوي هيك إنه نحدد نحن مقدار إدارتنا للوقت بأعمالنا اللي بنقوم فيها بشكل يومي، هل نحن فعلا عم نديرها بشكل صحيح ولا لا؟ وفهمنا مفهوم إدارة الوقت بشكل صحيح لحتى نقدر نطبقه بمجال أعمالنا ولا لا؟ فهذا الشيء كتير مهم. كمان مهم إنه نحن نطبق نظريات إدارة الوقت بشكل حقيقي لحتى نتمكن من استخدامها بمجتمعنا، بعملنا، بأوقاتنا اليومية الأسبوعية، حتى نديرها بشكل صحيح. طبعاً الوقت بالعمليات الإدارية، هلأ في فكرة، هل الوقت علاقة بالعمليات الإدارية؟ طبعاً هلأ أصبحت الإدارة كتير مرتبطة بالوقت. من أي ناحية؟ من ناحية إنه نحن نعرف إنه الإدارة دائماً تسعى لتحقيق أهداف، يعني لا يمكن توجد إدارة دون وجود مجموعة من الأهداف نحن نسعى لتحقيقها. الأهداف مرتبطة بالوقت، يعني بتلاحظوا دائماً أي أهداف بدها توصل لها أي مؤسسة، أي منظمة، أي شركة، دائماً في مجموعة من الأهداف بيكون محدد لها وقت معين. يعني أحياناً بتكون أهداف على المستوى البعيد، أحياناً بيكون أهداف والله بعد سنة، تمام؟ أحياناً بعد 5 سنوات. فهون أنا كتير في علاقة ترتبط أو تربط ما بين الإدارة والوقت. فبتلاحظوا انه الوقت مرتبط بكل عنصر من عناصر الاداره، كل عمل اداري يحتاج الى وقت ويحتاج الى توقيت مناسب حتى نحقق الهدف المراد منه. هلا اذا ما كان بالامكان استثمار الوقت كله، على الاقل نقدر نستثمر الكم الاكبر منه لحتى تكون نقطه البدايه صحيحه وفعاله. لازم نشوف علاقة الوقت بالعناصر الإدارية، يعني نحن بنعرف إنه العناصر الإدارية اللي هي التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، يا ترى هل الوقت له علاقة فيها؟ خلينا نشوف. إذا التخطيط بالبداية، نحن لحتى نقدر ندرس علاقة الوقت في العمليات الإدارية لازم نشوف التخطيط والوقت. من هنا تتحدد نقطة البداية في تطبيق إدارة الوقت بشكل فعال. الوقت يرافق التخطيط في جميع عملياته ويرتبط بشكل أساسي فيه. ليش؟ لأنه نحن أي خطة بدنا نكتبها أو نحددها، لازم كل خطة وكل نشاط ضمن الخطة يكون مرتبط بفترة زمنية معينة. يعني مثلاً ضمن الخطة أنا لازم أقول مثلاً في عندي تدريب مدته 3 أشهر للموظفين، فهي مهمة التدريب وهي مرتبطة بوقت. فإذا التخطيط، أي نشاط أو أي مهمة موجودة فيه لازم تكون مرتبطة بالوقت لحتى تكون خطة العمل ناجحة ومطبقة بشكل صحيح. حنشوف هلأ فيديو عن مفهوم التخطيط، ونحاول أنه ناخذ شوية أفكار قبل ما نتابع لهذا الموضوع. يلا خلينا نشوف هلأ، بس قولوا لي الصوت إذا واضح أو لا. يعتبر التخطيط وإدارة الوقت من صوت واضح صح؟ أي واضح واضح. تمام، شكرا لكم. المهارات الأساسية في مكان العمل اليوم، في الوقت الذي تزيد فيه التحديات لعمل الكثير بالقليل، أصبح اختيار ما يجب التركيز عليه في عملنا اليومي ضرورة يجب على جميع الموظفين، المدراء أو أصحاب المشاريع اتقانها. سنأخذك في الفيديوهات القادمة في عملية متدرجة لتحديد ما هو مهم بالنسبة لك. كيف يمكنك أن تعكس ذلك في خطتك؟ كيف يمكنك ضمان أنك ستقوم بما خططت له؟ وعندما تنفذ خطتك على أساس يومي ستتعرض لضغط أقل والمزيد من الرضا.
كما يقال الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. دعونا نبدأ بعملية التخطيط. إذن شوفوا إذن كثير في ملاحظة هامة هي ذكرتها، أنه موضوع أنك أنت تفشل بالتخطيط ففعلياً حيؤدي إلى التخطيط للفشل، يعني أنت فعلياً عم ترسم طريق لحتى تفشل فيه، لأنه أنت إذا ما بتكون الخطة بالبداية هي خطة مدروسة وصحيحة 100%، المهام موزعة فيها والأوقات متناسبة مع المهام بحيث أنك أنت يكون في خطة شاملة لكل العمل، فأنت فعلياً كأنك عم ترسم خطة للفشل. فهذا الشيء كتير ضروري لحتى نحن فعلاً وقت بدنا نشتغل بأي موضوع له علاقة برسم خطة معينة للعمل، لازم تكون خطة فعلاً صحيحة ومدروسة ومتناسبة مع المهام اللي نحن حنقوم فيها. إذن إعداد الخطة الإدارية بيتطلب من المخطط أنه نحن نراعي التسلسل الزمني بمراحل هالخطة. شو يعني؟ يعني كتير مهم أنه يكون في تسلسل عندي بتنفيذ المهام ضمن الخطة، في تسلسل زمني. يعني أنا عندي لهذا المشروع فرضاً عندي ورشة عمل عم تشتغل، هالورشة العمل بدها تخلص بثلاث شهور، كل شخص له مهمة، في مهمات لازم تخلص قبل مهمات أخرى لحتى يتنفذ العمل بعدها، لأنه في مهام بتكون مرتبطة مع بعض. فكتير مهم أنه أنا عملية الترتيب وتوزيع الأزمنة بيناتها كتير مهم لحتى نفذ أو سلم العمل بوقته المحدد. لازم يكون توزيع المهام مع الوقت بيساوي للأهداف اللي أنا بدي أوصلها بشكل عام، إضافة إلى الوقت الكلي اللازم لإنجاز المهمة ككل. فكتير مهم أنه ركز على الخطة الموضوعة لصالح تنفيذ العمل، وهل هي متناسبة مع الزمن المحدد لها، فهذا كمان من الأمور الهامة جدا. هلأ من مقومات الخطة الناجحة أنه تكون محددة بفترة زمنية، سواء كانت هاي الفترة طويلة أو قصيرة أو متوسطة، لأنه بحسب طبيعة المشروع أو المهام اللي نحن عم نقوم فيها. طبعاً نحن قلنا فكرة أنه نحن أي مهمة رح نقوم فيها لازم لحتى ننجزها ضمن وقت محدد أنه نربطها بكلمة مشروع. يعني مثل لما مثلاً طالب بيقول أنا بدل ما يقول حلقة بحث بقول بدي أقدم مشروعي. ليش؟ لأنه المشروع بيكون الدكتور محدد له إياه مثلاً مدته شهر، بعد انتهاء الشهر انت لازم تسلم المشروع اللي انت قمت فيه. فبتلاحظوا انه مرتبط المهمة بفترة زمنية فتحولت تلقائيا سميناها مشروع. فهون نحن كتير مهم انه نسند الأعمال إلى كلمة مشروع، لأنه المشروع معناته في له بداية وفي له بالنهاية. فأيمتى الفترة البداية وأيمتى النهاية لازم تكون ضمن الخطة المعدة لتنفيذ المشروع. هلأ مهم جداً نحدد الأهداف اللي لازم تكون واضحة بالكم والزمن، يعني أنت لازم تكون تعرف قديش أنت لازم تنجز من هالأهداف، كم هدف عندك لازم توصل له، قديش الفترة الزمنية اللازمة لحتى توصل لتحقيق الأهداف هاي. لازم تكون خالية من أي تعارض أو تناقض ومرنة، يعني أنت ما لازم يكون في عندك الخطة اللي أنت عم تمشي فيها فيها تعارض بين الأهداف، فيها تعارض بين المهام. يعني مو معقول شخص عم يشتغل مهمتين سوا بنفس الوقت ويبدأ فيهم سوا ويخلصهم سوا، هون حيصير عندك تعارض بالعمل. ليش؟ لأنه هذا الشخص اللي هو محمل أكثر من شغلة، يعني حنا المرة الماضية أنه نحن هذا الشخص حيكون في عنده ضغط كتير كبير وحيصير عنده تشتت بالعمل. فأنت ضروري جدا أنه ما يكون عندك تعارض، ما يكون عندك تناقض. لازم تكون مرنة تأخذ بالحسبان التغيرات البيئية المختلفة، لأنه أحيانا قلنا أنه إحنا نتعرض إلى مشاكل معينة، ظروف خارجية معينة العلاقة بمثلا أحيانا ظروف اقتصادية اجتماعية بيئية
فبتلاقوا احيانا نحن معرضين باي لحظه لاي ظرف ممكن يحدث معنا، فبالتالي لازم تكون الخطه مرنه وقابله للتعديل باي وقت، بحيث انه نحن نقدر نعدلها، وبحيث انه نحن نسلم الشيء المطلوب منا بالوقت المسموح لتنفيذه. فضلا عن تحديد الاولويات الخاصه بالمنظمه، بتساعدها بشتى الوسائل المتاحه وضمن الامكانيات المحدده في تحقيق الاهداف بكفاءه وفاعليه مرتفعه. يعني لازم مثل ما حكينا تكون الخطه مدروسه، الموارد محدده، تكون مستغلينها بالشكل الامثل. هذا كثير بيساعدني لاوصل للشيء اللي بدي اياه بشكل صحيح. استاذه مروه، لا برافو عليكي، علامتك 12 كثير منيحه. هلأ رغم أنه التخطيط بيستغرق وقت طويل، فإنه بيعوض هالوقت فيما بعد. يعني أنت فعلياً عملية أنك أنت تعد خطة، الخطة تكون ملمة بالمهام اللي أنت حتقوم فيها، خطة بدك تمشي عليها لفترة زمنية معينة تكون متناسبة مع الوقت اللي هو متاح لتنفيذ هالمشروع هذا أو خطة عمل هالمشروع هذا. هلأ ممكن تاخذ معك وقت، ولكن لما بتجي عند التطبيق العملي بتجد نفسك كتير مرتاح. ليش؟ لأنه أنت وقت جيت لرسم هي الخطة مثلا، أخذت منك دراسة هالخطة وإعداد خطة العمل مثلا شهر، صح؟ أنت أضعت شهر وأنت عم تحدد أو عم تحاول تلاقي كل شيء ثغرات، كل شيء سلبيات، كل شيء مشاكل ممكن تواجهك بهالخطة، تمام؟ وقت بتجي عند التنفيذ حتلاقي انه انت ما عندك شيء تضيع وقت عليه. ليش؟ لانه الخطه اللي صارت بين ايديك هي مدروسه بكل التفاصيل اللي فيها. يعني هل مهمه بدها 3 ايام، هل مهمه بدها يومين، هل المسار اللي انت رح تمشي فيه مثلا هالمسار حياخذك من هون لهون، هي المهمات مرتبطه ببعض، لازم تصير هي المهمه اول وبعدين هي. فهي كثير بيساعد لما انا بنجز الخطه بطريقة صحيحة أنه أنا نفذ وسلم المشروع بوقته المتاح له. هلأ لحتى يخطط المدير بشكل جيد ويحدد الأولويات، لازم تكون الأهداف واضحة بالنسبة له، لازم تكون مرتبة بحسب أولوياتها لحتى نقدر نوصل للأهداف بشكل واضح. عادة الأهداف تحدد بشكل هرمي. كيف يعني؟ يعني عندي هرمي، هرم. أول شيء بنبدأ بالأهداف اليومية بالقاعدة، بعدين رح ننتقل إلى الأهداف الأسبوعية، لاحظوا، بعدين رح ننتقل الأهداف الشهرية، بعدين السنوية، بعدين الاستراتيجية اللي هي بتكون على المدى البعيد، لأنه هي تعد. إذا نحن قدرنا نوصل للأهداف الاستراتيجية هي تعد مصدر الأهداف في المستوى الأبلغ. يعني بتلاحظوا أنتم بيصير لما أنا بكتب الأهداف، فبتلاحظوا أنه دائما الأهداف الأسبوعية بحصل عليها من الأهداف اليومية، لأنه أنا بيصير عندي إتقان للأهداف اللي أنا بدي أوصلها بشكل يومي. فلما بيجي يشتغل على الأهداف الأسبوعية بلاقي صار الموضوع أسهل، لما بيجي بيشتغل على الأهداف الشهرية لاقي صار أسهل وأسهل، لأنه أنا اعتماداً على الأهداف الأسبوعية رح أمشي على الأهداف الشهرية. نفس الشيء الأهداف السنوية بعتمد على الأهداف الشهرية، والأهداف الاستراتيجية فأنا عم بعتمد على الأهداف السنوية اللي من خلالها أنا عم برسم خطة استراتيجية ممكن تكون لخمس أو 6 سنوات أو 10 سنوات القادمة. فبالتالي كتير مهم أنه لما أنا حدد الأهداف لأبدأ منها مساري الصحيح، فعلاً كون أنا بلشت عم أمشي بأول خطوة بمساري الصحيح في إدارة الوقت والتخطيط بشكل صحيح. هلأ وضع جدول زمني للأهداف بيساعدني في قياس مدى الكفاءة والفاعلية في تحقيق الأهداف هاي خلال فترة محددة. لازم أنا دائماً أربط الأهداف بفترة زمنية محددة. ليش؟ لأنه ما في شيء هدف، طبعاً أستاذ محمد طبعاً بده يكون
دائما في عملية تبادل، يعني أنت لازم تعتمد على الأهداف الاستراتيجية لتبني أهدافك السنوية والشهرية والأسبوعية، وبالتالي في عملية تبادل بين كل المستويات ضمن الهرم. فهي العملية، وكمان بتصير من الأسفل للأعلى كمان أستاذ، يعني هي عملية ما هي محددة مين قبل مين، تمام؟ دائما الأهداف الاستراتيجية هي أهداف على المدى البعيد، دائما نحن بنشتغل على الأهداف اللي هي بتكون بشكل يومي أسبوعي شهري، بس بالنهاية أنت بدك توصل للأهداف الاستراتيجية، فعم تصير عملية تبادل وتقابل بيناتهم. يعني دائما أنا ممكن أجي من رأس الهرم إلى الأسفل أو بالعكس، لأن هي عملية كتير تبادلية لأحصل أو أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه. أحسنتي أستاذة عبير، أحسنتي، لأنه أحيانا ممكن خلل يصير على صعيد تغير بظروف خارجية معينة اقتصادية سياسية، كثير بيلعب دور على الأهداف الاستراتيجية. أحسنتي، ممكن يكون شيء معين تغير بالبيئة المحيطة، هذا كثير يأثر على العمل لتحقيق الأهداف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، فبالتالي هذا بده ينعكس على الأهداف الاستراتيجية. فكثير المؤثرات الخارجية بتأثر بشكل كبير على تحديد الأهداف بشكل يكون حقيقي ونستطيع الوصول لها ضمن الفترة الزمنية المحددة لها. إذا حكينا أنه وضع جدول زمني للأهداف كثير بيساعدني لحتى أقيس مدى الكفاءة والفعالية بتحقيق الأهداف خلال فترة محددة. وبالإضافة إلى أنه عملية توزيع الأنشطة خلال الفترة المتاحة بحسب الأولويات الأهداف أو جزئياتها كثير مهم لحتى أنا فعلاً أحقق شيء خلال فترة محددة. لهيك بيرتبط التخطيط بالوقت وإدارة الوقت بشكل كبير. التخطيط عادة يبدأ بزمن محدد وينتهي بزمن محدد، يعني أنت فعليا الخطة اللي أنت حتقوم فيها حيكون لها زمن، أكيد ما حتكون مفتوحة. طبعا تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم وبجهودكم. تسلم يا رب. أنا اللي بعرفه إنه الأهداف الاستراتيجية، وزرا على الضجة حوالي، الله يكرمكم يا رب. الأهداف ولا يهمك. الاستراتيجية هي أهداف تتصف بالمرونة، توضع على فترة زمنية طويلة غالبا، لكن يمكن أن تكون هناك أهداف استراتيجية قصيرة. صح. الأهداف بالمستوى الأدنى توضع على أساس الأهداف الاستراتيجية، يعني الأساس هو الأهداف الاستراتيجية، ووضع الأهداف الفرعية بيكون من الأعلى باتجاه الأسفل حصرا. يعني أنا ما بإمكاني أحط خطة شهرية بدون ما يكون على أساس الخطة الاستراتيجية اللي عندي. صح تكامل الخطط الاستراتيجية عندي، الخطط الفرعية بالمستوى الأدنى، هو الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. صح طبعا في أستاذ حكى على موضوع المرونة بالأهداف الاستراتيجية، هذا فرق كتير كبير بين موضوع الاستراتيجية وموضوع التخطيط. فالمرونة هي سمة أساسية من سمات الاستراتيجية، على عكس التخطيط. التخطيط ممكن يأخذ المرونة لكن ليس سمة أساسية مثل صح الاستراتيجية تماما. صح فأنا بس حسب نحن دراستي اللي استاذ، بعرفه. بعد اذنك استاذ، هو نحن تفضلي. عم نحكي انه نحن عندنا اهداف استراتيجيه. صح، الاهداف الاستراتيجيه هي الاهداف اللي بتكون نحن بدنا نوضعها لنوصلها بعد فتره زمنيه معينه، طبعا هي مرنه ونستطيع في حال مثلا حدوث طارئ معين انه نحن نجري عليها بعض التعديلات، ولكن في كثير من الاشياء اللي هي بتصادفنا بالحياه اثناء المرحلة اللي أنت عم تخطيها لتوصل لأهداف يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية، أحيانا في ظروف بتأثر بشكل أو بآخر على الأهداف الاستراتيجية. فحتما نحن ما فينا نقول لا أن الأهداف الاستراتيجية هي شيء جامد غير قابل للتغيير، نحن باعتمادنا على الأهداف اللي عم مراحلنا اللي عم نمشي فيها، مسارنا اللي عم نمشي فيه، في ظروف خارجية عم تأثر، هذا الشيء بيؤدي أنه نحن ممكن أنه نحن يصير عندنا تعديل بالأهداف الاستراتيجية اللي نحن عم نقوم فيها. فبالتالي هي نحن هي الفكرة، حضرتك مثل ما تفضلت كلامك صحيح 100%، ولكن نحن في ضوء الظروف والمتغيرات اللي عم بتصير حوالينا، نحن مضطرين انه
وقت عم نمشي بأهداف يومية وشهرية وأسبوعية وسنوية، الهدف منا هو بدنا نوصل للأهداف الاستراتيجية، ولكن في حال حدوث أي تغير أو ظرف معين أو طارئ معين، نحن هذا الشيء بده ينعكس على الأهداف الاستراتيجية فقط. يعني نحن في عملية في تواصل ما بين كل المستويات ضمن الهرم، يعني في تواصل، في عملية إنه نحن نستفيد من التغيرات والظروف اللي هي بتطرأ على الظروف الخارجية اللي بتطرأ على البيئة المحيطة، وبالتالي هذا الشيء بيأثر على الأهداف، الوصول للأهداف الاستراتيجية. فكلام حضرتك صحيح 100% أستاذ، ما في أي اختلاف عليه، ولكن نحن قلنا إنه في بعض الأشياء اللي هي بتأثر. شكرا لحضرتك، كل الشكر لحضرتك أستاذ، لأنه فعلا يعني حضرتك تفضلت بكلام صحيح 100%. أستاذة مروة، قصدك بعملية التخطيط نفسها ولا الخطة الموضوع هي اللي إلها وقت محدد؟ عملية التخطيط هي إلها وقت محدد، التخطيط لأنك تقومي بشيء، يعني التخطيط أنت وقت بتقومي بخطوة التخطيط هي التخطيط لإجراء شيء معين. نحن ما عم ندرس التخطيط، نحن عم نوضع خطة للوصول لأهداف موجودة ضمن الشركة، تمام؟ فعملية أنك أنت كيف بدك تصيغ الخطة بكل محتوياتها، بكل شيء له علاقة بالأهداف اللي نحن بدنا نوصلها، فبالتالي هي الخطة لازم تكون إلى فترة بداية وفترة زمنية محددة لا تسليمها، لأنه فعلياً نحن في وقت محدد لا إنجاز الخطة اللي لها علاقة بالعمل. فبالتالي نحن كل شيء له وقت محدد، يعني نحن وقت بدنا نسلم هذا العمل بده يتسلم بوقت محدد. طبعاً يقاس مدى نجاح التخطيط بمدى نجاح الخطة في وقتها، يعني لازم نحن أنه كثير نحاول دائماً ننفذ الخطة بوقتها المحدد لحتى نوصل للشيء اللي احنا بدنا اياه. تفضلي أستاذ عبير، طبعاً فيكي، تفضلي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، تفضلي. هلأ نحن كعمل ضمن الكفالات شهريا بنسدد المبالغ للأيتام، تمام؟ كفالة مالية طبعا بأول الشهر مثلا معنا من 5 إلى 10 أشهر، أحيانا متأخر بس يعني ضمن الشهر بنسدد عن الشهر اللي قبل منه. ولكن هلأ مثلا نحن عنا صرنا شهرين أو 3 شهور بأمر خارج عن إرادتنا، هو التأخير من المتبرع، فتغير كل خطط الموضوع. فأحيانا يعني في بعض الظروف الخارجية اللي هي ما بإيدنا بتغير من كل الأهداف الاستراتيجية على المدى البعيد طبعا. صح، لأنه بجوز يكون مثلا الشخص المتبرع الخارجي مثلا صار عنده ظرف اقتصادي معين، أو مثلا أنه ما عم يقدر مثلا يحول المبالغ اللي هي لازم تكون لصالح هذا العمل، فبتلاقي في ظروف خارجية أحيانا بتأثر بشكل كبير على تحقيق الهدف الاستراتيجي. أحسنتي أستاذة عبير، صح. شكرا لحضرتك. إذا نستكمل هلأ، إذا يرتبط التنظيم، إذا حننتقل هلأ على موضوع التنظيم والوقت. إذا التخطيط صح أستاذ أيمن، كمان أستاذ أيمن حكى فكرة كتير مهمة، الخطط الاستراتيجية بمعظم الشركات الكبيرة تأثرت بموضوع كورونا، صح؟ فبتلاقي إنه في كتير أثرت الأهداف الاستراتيجية، صح أثرت بشكل كبير جداً بموضوع كورونا. يعني بتكون الشركات كانت رسمة شيء معين، إجت موجة كورونا اضطرت الشركة تنتقل من الشكل التقليدي للشكل الإلكتروني، الأهداف كلها الاستراتيجية اللي كانت موضوعة لهالشركة خلال فترة معينة اضطرت إنه هي فرضاً نتغير بشكل عام، بطريقة الوصول، بالمسار. فهون في كتير من الأمور اللي هي أدت مثلاً للتغيير. هلأ مثل ما تفضل أستاذ محمد حكى كلمة كتير جوهرية، إنه موضوع الأهداف الاستراتيجية هي شيء مرن، هي ما لها شيء معقد، يعني فعلاً نحن مرتبطين بالظروف الخارجية، تمام؟ ولكن هو فكرته كانت إنه نحن دائماً نبدأ بالأهداف الاستراتيجية وبناءً عليه بنشتغل على الأهداف الأخرى، تمام؟ هو هي الفكرة فقط اللي تفضل أستاذ محمد وحكى فيها. أستاذ محمد تفضل إذا بتحب. الله يكرمكم يا رب بارك فيكم. أنا درست علوم سياسية، من خلال العلوم السياسية في عندنا فرق كتير كبير بين عملية اسمها عملية التخطيط وبين عملية اسمها عملية الاستراتيجية. فمن خلال أجوبة الأساتذة
ومن خلال دراستي لهيك صار في عندنا خلط، حسب دراستي أنا خلط بين موضوع التخطيط وموضوع الاستراتيجي. التخطيط هو إطار جامد قوام 1+1=2، فهو عملية تسمى عملية خطية. المقصود بالتخطيط تحويل اللون الرمادي إلى لون إما أبيض أو أسود. يعني أنا بدي أمشي بخطوة، اليوم بدي أروح على مشروع رقم 1، شوف الإنتاجية بهذا العمل، شوف الكمية المواد اللازم أنا حضرها لهذا العمل، عدد العمال، ساعات العمل، الإنجاز. هذا يسمى تخطيط. فأنا لما بدي أجي خطط أنه بدي أنا أوسع كفالات للأيتام، فهذا اسمه تخطيط. الاستراتيجية هي أمر أعمق من ذلك. الاستراتيجية، التخطيط هو الإطار الذي يحيط بالاستراتيجية، وضمن هذا الإطار تعمل الاستراتيجية. الاستراتيجية مهمتها أخذ اللون الأبيض أو أسود وتحويله إلى لون رمادي، لأنه ما في شيء بالدنيا أبيض أو أسود سادة. في شيء مهما كان البياض واضح، ففي آثار من ألوان أخرى، في صبغات أخرى، في ألوان أخرى تيجي الغبر اللي بيحط فيه وكذا. فأنا لما بدي أجي خطط أنه أنا وصلني مبلغ $3,000 بدي أوزعها لـ30 عائلة بدل الأيتام، فكل عائلة تحتاج إلى $90 لأنه في عندي $10 مصروف، هذا اسمه تخطيط. طيب الاستراتيجية، الاستراتيجية هي محاولة النهوض بهدول الأيتام ورفع مستواهم، بحيث أنا ممكن أعمل مشاريع، هاي المشاريع تدر العائد، هذا العائد هو اللي ينمي الأيتام بالمستقبل. فهذا هو موضوع التخطيط. التخطيط عملية خطية، 1+1=2. أما الاستراتيجية فهي عملية غير خطية، لا تبدأ بواحد زائد واحد، ممكن أبدأ 8+8، وما شرط 8+8 يساوي عندي 16، لأنه بجوز أنا أكون أخطئ بتقدير 8 اللي موجودين. فأنا ممكن مثلا بعملية التدريس، إذا أنا بدي أجي خطط بقول أنا عندي 30 تلميذ بدهم عبارة عن صفين، بدهم عبارة عن 4 أساتذة، فهذولي ممكن أنا أنتج بآخر السنة 25 ناجح. صحيح العملية الاستراتيجية أنه أنا كيف ممكن هذول 30 تلميذ طالع منهم واحد يكون نابغة يأثر في المستقبل القريب أو البعيد حتى أفضل من 25 يلي ممكن يتعلموا تعليم عادي. فهذا فرق بين التخطيط والاستراتيجية حسب مفهومي. بس هو بعد إذنك أستاذ محمد، هو بالنهاية التخطيط عم يوصلني للأهداف الاستراتيجية، صح؟ يعني إحنا بالأخير تماماً. يعني إحنا الخطة اللي عم نرسمها الذي يوجه هو نحن أيوة تمام والرزم. يعني هو نحن عم نرسم المسار اللي بدنا نوصل فيه للأهداف الاستراتيجية، تمام؟ 100%. فهذا نحن الشيء اللي عم نحكي عنه أستاذ محمد، إنه نحن هي عبارة عن خطوات مسار عم نوصل من خلال الأهداف استراتيجية. طبعاً التخطيط مرتبط بكل الأهداف بكل المستويات، يعني إحنا بأي مستوى نحن كنا، سواء المستوى التشغيلي ولا المتوسط ولا الإداري الأعلى، فنحن في مراحل تخطيط معينة بدنا نمشي فيها لنوصل لأهداف استراتيجية على صعيد الإدارة وعلى صعيد المؤسسة ككل. فهذا الشيء اللي نحن عم نحكي فيه، يعني حضرتك مشكور، يعني زدنا هيك معلومات إضافية، شكراً كتير لحضرتك. ونتابع يلا بموضوع التنظيم. شكرا لكم جميعا، يعني الحقيقه كلكم هيك، بالعكس انا بحب المشاركات، لانه كل شخص بيضيف فكره، هالفكره الكل بيستفيد منها، طبعا كلنا حنستفيد ان شاء الله تعالى. اذا هلا بدنا نشوف ارتباط التنظيم والوقت. التنظيم يرتبط بالاداره الجيده ارتباط وثيق. هلا ولا يهمك استاذ محمد، بالعكس شكرا لحضرتك. التنظيم الجيد بيقلص الزمن المطلوب للإنتاج. ليش؟ لأنه فعلياً نحن بعملية التنظيم صار عنا تخطيط وخلصنا ورسمنا المسار اللي نحن رح نمشي عليه خلال فترة معينة. هلأ نجي هلأ المرحلة اللي هي توزيع المهام، يعني بدنا نحدد مين المسؤول عن تنفيذ هالمهمة، قديش الفترة الزمنية، هل احنا بحاجة لمجموعات لحتى يقوموا بهذا العمل، ولا شخص لحاله بيقدر ينجز هاي المهمة. إذا نحن بحاجة هلأ عملية التنظيم بتساعدنا بشكل كتير كبير. إذا قدرنا نحن ننظم ونوزع العمل بالشكل الأمثل، استطعنا أنه نحن حتى ندير الوقت ونوصل للأهداف اللي بدنا إياها كمان بالشكل الأمثل. فمهمة التنظيم وعلاقته بالوقت يرتبط فيها بعدة جوانب. أول شيء أنه نحن عم نحدد مهمات العاملين، عم نشوف شو اختصاصاتهم، عم نحاول نقسم العمل بيناتهم بشكل موضوعي وعادل، ونحاول نبسط إجراءات العمل
اللي هي عم تكون متبعة، لحتى من خلالها أنا أقدر أشوف شو الأمور اللي أنا بقدر استبعدها من مثلاً جدول الأعمال. مثلاً إذا أنا عندي شيء مهام مثلاً ما أنا أولوية، فأنا بقدر بهالمرحلة أني استبعد هي المهمة وكلف الأشخاص بمهام بشكل ما يكون في عندي. إذا بتتذكروا قلنا عملية التكرار بأداء المهام كتير فيها مضيعة للوقت، صح؟ يعني أعطي أسند المهام لكل شخص بحسب مهارته خبرته وكفاءته، وبالإضافة أني حدد الوقت اللازم لتنفيذ المهمة. يعني ما لازم أترك تنفيذ المهام مفتوح، لازم كل مهمة يكون في إلى وقت محدد بسلمها للشخص المناسب. هشوف في هلأ في شغلة هون مهمة كتير لازم يعني ألفت نظركم لها، ضروري جداً أنك أنت كمدير أنك تشرح للموظفين المهام اللي هن حيقوموا فيها. إذا لاحظتوا أنه في شخص مثلاً مهمة اللي تكلف فيها ما كانت واضحة بالنسبة له، يفترض أنه نحن نحاول نوصل شو الدور اللي هو حيقوم فيه، شو الهدف الأساسي من هالمهمة، هو شو مطلوب منه. كثير من الأحيان أشخاص ما بتقدر تنجز المهام لهذا السبب، لأنه هي ما عرفت شو مطلوب منها. يا ترى هل هي عملها مرتبط مع أشخاص آخرين ولا لا؟ فكتير مهم أنه نحن بعملية التنظيم نوضح للأشخاص أو للموظفين شو المهام المطلوبة منهم، نوضح لهم الفترة الزمنية اللازمة، أنه هذا العمل هو ما له مفتوح، هذا مشروع مثلاً لازم ينتهي خلال 3 شهور، لازم نوضح أنه أنت عملك مرتبط مع عمل فلان، أنت لازم تنجز المهمة تبعك خلال 10 أيام وبيستلمها منك فلان ليتابع العمل عليها. أنت مثلاً بعد 10 أيام حتنتقل لمهمة أخرى. فكتير مهم أنه يكون في وضوح لحتى يكون في أريحية بالعمل، ولحتى يكون أنه تنجز المهام بالوقت المتاح لألم. هلأ يؤدي طول الإجراءات وتعقيدها، لاحظوا نحن في شيء الفكرة حكيناها قبل شوي بالتنظيم، أنه لازم تكون الإجراءات كتير مبسطة لحتى يقدر الموظف يقوم فيها. يعني ما معقول نحن نجي نكلف موظف بمهمة ونعقد عليه الإجراءات، يقوم هذا الموظف يجي ليشتغل يلاقي حاله عنده صعوبة كتير كبيرة بتنفيذ المهام. فالعمليات الإجرائية كتير مهمة تكون مبسطة، كل ما كانت بسيطة وما أنا معقدة كل ما كان العمل أنجز ببساطة أكثر. وعادة لما أنا بكلف شخص بمهمة مثلاً تاخد وقت طويل بشعر أنه الموظف مل منه، فكتير ضروري أنه تكون المهام ضمن فترة زمنية محددة ما تكون في طولة كتير كبيرة فيها، لحتى أقدر أنا أدير العمل بشكل صحيح وتكون نسب الإنجاز فيه عالية. هلأ من أجل إدارة الوقت بشكل فعال يفضل تحديد وتبسيط إجراءات العمل من خلال إعداد الدراسات التنظيمية اللازمة لحتى نستبعد الخطوات الغير ضرورية، أو الاستعانة بالأجهزة والمعدات الحديثة لإنجاز العمل بصورة سريعة. أحياناً نماذج معدة سلفاً، أحياناً بيجي لعندك طلاب بدهم يسجلوا بالجامعة، فبيهمك أنه يكون في عندك نماذج جاهزة مشان ما أنا ضل أنا مثلاً موظف عم بشتغل بالتسجيل بدي أسأله أنت شو؟ قديش عمرك؟ شو مواليدك؟ من أي محافظة جاي؟ شو جمعت؟ فهون كتير حيكون العملية مزعجة، فضروري جداً يكون في عندي نماذج جاهزة. يعني مثلاً أسأله أنت طالب مثلاً سوري مثلاً أو من غير دولة، فأنا كتير بهمني أنه بعطيه الفورم الخاص فيه، مثل لما مثلاً بتجوا بالمطار، أحياناً بالمطار بيجوا بيسألوكم أنك أنت مثلاً أردني مصري، إذا بتقوله إيه فبيقولوا لك تفضل إذا أنت مواطن عادي، أما إذا بتكون شخص أجنبي بيعطوك فورم بتعبيه، تمام؟ أنك أنت قديش فترة إقامتك، وين رح تنزل، بأي أوتيل، في لك أشخاص حواليك مثلاً أشخاص هن بدهم يستقبلوك ولا لا. فبتلاقوا وجود هاي النماذج الجاهزة كتير بتساعد بتسهيل العمل.
وبتوفر وقت كتير كبير على الموظف انه يضل يسأل اكس وواي وزيد، انه انت كل شوي اجاك واحد مراجع تسأله وتاخذ معه وتاخذ تعطي معه بالكلام، هذا الشيء كتير بيضيع وقت اثناء العمل. فمهم جدا انه كل شخص مثل ما حكينا يكون في لاجراءات العمل تبسيط بشكل كبير، لازم يكون في دراسات معده لحتى نشيل منا الخطوات الزائده. احيانا الروتين يعني الحقيقه بيقتل التنافس وروح المبادره الموجوده عند الشخص، لانه الروتين احيانا بيكون كتير مزعج بالمؤسسات. الروتين سببه انه والله انا لازم اذا بدي اوقع هاي المعامله تمر على 16 شخص ليوقع عليها. فكل ما حاولنا نقلل الاجرائيات كل ما كان هذا العمل بيستغرق وقت اقل. هلأ حتى فكرة أنه نحن دائماً نجيب معدات جديدة، أجهزة جديدة، هذا كتير مهم لحتى نواكب التطور اللي عم يصير، لحتى يكون في سرعة بإنجاز الأعمال. هلأ أساليب توفير الوقت. هلأ مو من الصعب الإنسان يكون عنده حسن تنظيم. فعلياً كل شخص بحاجة لشيء اسمه ذكاء فطري. يعني أنت مرة على مرة شفت أنه في كتير من الأمور أول ما بيجي الشخص على الوظيفة كتير من الشغلات بيلاقيها صعبة. مثلاً بيعطوه هاي الورقة ليكتبها على الكمبيوتر بتلبك، بتكون مثلاً بالبيت عنده بتاخد 5 دقائق لأدخالها، بيجي بالشغل لأنه أول مرة عم يشتغل بتاخد ربع ساعة. هلأ مرة على مرة بيصير عند الإنسان شيء اسمه ذكاء فطري، يعني أنت صرت تعرف كيف تدير أمور عملك بسرعة بحيث أنك تنجز العمل تمضي الوقت المسموح له. فدائما الإنسان لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون عنده تغلب على العقبات اللي هي بتواجهه. والنسيان المتكرر هو نتيجة ضغط العمل أستاذ محمد. أحيانا الإنسان نتيجة ضغط العمل، نتيجة أنه ما عم يقدر يعني بالدقيقة باللحظة بيجي حدا يسأله سؤال أو يجي تليفون أو شغل معين بيضل عم يشتغل، فبتلاقي فعلاً أنه هو بتصير معه حالات نسيان. هلأ أحسن طريقة لتتجنب فيها النسيان تمسك ورقة وقلم عن جد، أو تمسك مفكرة التليفون. طبعاً مفكرة التليفون في كتير من الأشخاص ما بيفضلوها، أو إذا عندك كمبيوتر على الأوتلوك تفتح وتسجل تدون كل شيء أمور بدك تعملها خلال النهار. هي كتير مهمة لما أنت بتعرف أنه عندك مشكلة معينة يفضل أنك أنت تلاقي الحل لها. الحل لها أنك أنت تمسك ورقة وقلم. فرضاً خبرك فلان قال لك أنه أنا بدي هاي الشغلة الورقة ضرورية، تكتب ورقة لفلان، ترجع بعدها مثلا بعد شوي بيجيك موظف يقول لك والله أنا بدي أطلع إجازة مثلا ساعية إذا سمحت كذا، بتقول له تفضل، ترجع تكتب. يعني أنت حاول دائما دون الشغلات اللي بتمرق معك بالنهار على دفتر صغير أو ورقة صغيرة جنبك ولزقها على شاشة الكمبيوتر. وهذا الشيء مو غلط أبدا ولا هو عيب. برافو أستاذي عبير، كتير كتير ضروري هي الشغلة، كتير مهمة. يعني وقت أنت بتبلش تلزق هاي الأوراق عن جد بتلاقي كتير في أنت نفسياً بترتاح، لأنه أنت وقت عم بتبلش تقول والله هاي خلصت، هاي خلصت، هاي لا تذكرتها ما نسيتها، هاي والله حليت له مشكلته، فأنت نفسياً بترتاح، بترجع على البيت والحمد لله خلصت كل شيء كان مطلوب مني اليوم. يعني بشوية أدوات بسيطة أنت قدرت تعالج مشكلة موجودة عندك هي سبب ضغط العمل، سبب التشتت، أنه أنت كل شوي بيجيك حدا، كل شوي بيجيك سؤال من حدا لازم تجاوب عليه. فهون كتير ضروري أنك تعالج هاي الأمور، أنك أنت تمسك ورقة وقلم وتكتب. ما بدك تمسك ورقة وقلم، فيك تستخدم الأوتلوك أو فيك تستخدم الوورد أو فيك مثلاً على مفكرة الهاتف، أي شيء أنك أنت تدونه وتحاول أنك أنت تحس حالك مرتاح نفسياً. أستاذ محمد صراحة هاي حلها كتير بسيط. يعني حاول كل يوم مثلاً
الأشياء اللي مثلا بيطلبوها منك في البيت يبعثوا لك إياها رسالة على الواتساب، يبعثوا لك إياها رسالة عادية. يعني كمان يعني بصراحة أنا كثير بقول يعني الله يعين كل شخص عم يشتغل، لأنه الحقيقة يعني في كثير شغلات بتأثر، ظروف العمل بشكل عام كثير بتسبب ضغط نفسي عند الأشخاص، فبالتالي كثير ضروري إنه تلاقي حلول ولو كانت حلول بسيطة يساعدوك فيها مثلاً لحواليك، لحتى أنت تنجز العمل وتأدي المهام المطلوبة منك بدون ما يصير فيها أي خلل. هلأ أهم شغلة، صح صح أستاذ أيمن، يعني هي في كثير من الأمور يعني بتلاقوا هلأ صارت وسائل التواصل كثير خففت من هالمشاكل اللي ممكن تحصل، إنه والله طلبنا منك كذا وما جبت. وأحياناً بالشغل يعني أحياناً بتلاقوا بالشغل من كثير ما بيجيك اتصالات، من كثير ما بيفوتوا عليك موظفين كل واحد عنده مشكلة بتنسى، وهذا الشيء مو خطأ ولا عيب ولا أي شيء، لأنه هذا الشيء بيحصل مع كل إنسان. حتى نتجنب نحن هذا الشيء نمسك مفكرة أو ورقة وقلم وندون. صح سؤالك استاذ ايمن عم تقول لولا محادثات الواتساب كان صار فينا هيك، صح 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 استاذ ايمن. كمان تي انا شو عم تقول انه في مرحله متطوره، يعني لحظه ممكن من اشكال الذكاء الفطري انه اوصل لمرحله ما نسجل فيها شيء. صح هي كحضرتك عم تقول عن فكرة أنه أنت بعد فترة بتصير تلقائياً أنت فعلياً بصير عندك عملية ترتيب للأفكار الموجودة أو للأشياء اللي أنت بدك تقوم فيها بشكل فطري. يعني أنت بتبلش من الصبح، أنا مرتب كل أموري، بطلع من البيت خلص بعرف حالي شو بدي ساوي، صح؟ ولكن برجع بقلكم لحتى أنت ما تشعر بإرهاق أنك أنت تدون هذا الشيء على ورقة، لحتى أنت ما تشعر أنك أنت عم ترهق نفسك زيادة. يعني أنت وقت بدك تتكلف مثلا بدك تخزن بعقلك كل يوم مهام كل يوم مهام كل يوم، أحيانا وقت بصير عندك ضغط نفسي معين بتشوف أنه أنك أنت فعلا صار تخربطت الأمور كلها، ما عاد تعرف أنت شو عملت. فيفضل يعني أنك أنت تمسك ورقة أو مثلا تكتب على أي شيء، حاول انك انت تكتب، بتلاقي هاي الطريقة اسهل لك، اسهل بكتير ما انك انت تستخدم عقلك دائما بالتخزين. يعني انا هاي وجهة نظري، وبعتقد انه انا شفت يعني سبحان الله مع الخبرة مع الاستخدام انك انت وقت بتدوي شيء فعلا سعادتك كتير كبيرة لما بتبلش بتحط اشارة اكس عند المهام اللي خلصت واشارة اللي ما خلصت وإشارة صح عند المهام اللي خلصت. هاي السعادة كتير أنت بتشعر فيها وكأنك أنت عم تكافئ نفسك إنه أنا بتطلع أي ثلاث أرباع المهام اللي كنت بدي أسويها اليوم خلصت. فهي كتير من الأمور اللي بتساعد أنك أنت نفسياً عم تكافئ حالك، صح؟ بتعارض مع التعامل مع الورقة؟ لا أبداً أستاذ أسعد، لأنه أنت حضرتك بتحط ورقة بتكتب عليها المهام اللي أنت حتقوم فيها. هلأ كل مهمة بتنجز بتحط عندها إشارة صح، كل مهمة ما أنجزت تحط إكس. تاني يوم تجي بتطلع ساعدك مهمتين. عفواً آسي، أنا أعلق على التعليق السابق أنه عندي اللي ايه قال أنه أنا محتفظ بكل المحادثات من 2015، الزميل اللي قبلي أستاذ محمد، فأنا قلت هذا يعني ما بيتعارض مع أنه التعامل مع الورقة مرة واحدة فقط. يعني إذا بده يرجع يشوفون كل مرة كل مرة صحيح رح يتذكرون، بس قد رح يستهلك وقت، صح تمام ما يدور. صح أحسنت، صح تدوين ممكن يكون محفز لإنجاز بقية المهام اللي ما انتهت، صح.
يعني استاذ عبد الحميد، انا هي الفكره اللي انا عم قلكم عليها، هي الفكره كثير كثير رائعه. وقت انت بتمسك هيك وكل يوم بنهايه الدوام بتحط اشاره صح عند المهام اللي انجزت، بتشعر حالك عملت شيء كثير كثير مميز، فانت بتشعر هيك وكانك عم تكافئ نفسك. كيف لما بتقدم امتحان وبتشوف انه النتائج تبعك مثلا طلعت 3/4 صح، فانت بتحس انه انت تعبك ما راح، فانت الوقت اللي بذلته كل نهار ما راح وانت انجزت 3/4 المهام. هلا بقيت مهمه او مهمتين نتيجه سعادتك انك انت قبل بالنهار انجزت. اول ما بتجي الصبح حتى احيانا في ناس من كثر سعادتها بتبلش تجي قبل الدوام، بركي تلحق تخلصهم قبل ما تاخذ المهام الجديده تبع بدايه اليوم. فهي كثير شغلات يعني مثل حوافز بتحفز الشخص انه دائما انا انجز وخلص واشعر بمكافاه انا عم احصل عليها لنفسي. يعني قبل ما اي شخص يكافئك انت تكافئ نفسك. فهي كمان من الامور الهامه جدا بعمليات انك انت عمليات التنظيم واداره الوقت. اذا حنوقف هون اليوم ان شاء الله. حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ شكراً لمدخلات حضراتكم، يعني كتير استفدنا منها. شكراً لحضراتكم جميعاً. حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ الله يعافيكم يا رب، الله يجزيكم الخير جميعاً. الله يعافيكم يا رب. إذا بشوفكم على خير إن شاء الله تعالى الدرس القادم بإذن الله تعالى. اصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.